DJ. اهلا بكم من جديد مشاهدينا ونكمل كلامنا وفقره الكلاسيكو. ولكن قبل ما اخش على الكلاسيكو برحب بضيفين الكبيران الاستاذ وليد الحديد الناقد الرياضي. مساء الخير ومنورنا دايما كده في قناه صديق العزيز. تسلم. ايضا الناقد الرياضي الاستاذ احمد فاروق منور النهارده في قناه النادي الاهلي ودايما تكون معايا. شكرا جزيلا بسعد بيك دايما وصديقي طبعا دكتور وليد. قبل ما نخش في الكلاسيكو صراحة لا صوت يعلو على صوت حبيب الناس خد دوري وكاس، فلازم نخش على كاس مصر ورؤيتكم ووجهة نظرك النادي الأهلي في بطولة كاس مصر. إضافة تانية، شكل تاني، أهداف كبيرة، فوز على الألمونيوم بست أهداف، فوز على وادي دجلة بأربع أهداف، سموحة أربع أهداف، وفي الأخير مباراة ماراثونية أمام النادي المصري. شايف إزاي بطولة كاس مصر اللي حققها النادي الأهلي؟ يعني هي بطولة كاس مصر يعني بتحمل أبعاد كتير وبتحمل نقاط كتير مهمة الأهلي كسبها من الفوز بالبطولة دي. أولا جمع لأول مرة من 10 سنين بين بطولة الدوري وبطولة الكاس. الكاس كانت بطولة مستعصية على فريق النادي الأهلي لأسباب كتير جدا، يعني كانت كل بطولة كده ليها أسباب معينة كان الأهلي بيبتعد عن لقبها، حتى وإن كان كان الفريق الأقوى في مصر خلال السنين اللي فاتت، لكن كان في أسباب بتمنع النادي الأهلي، أسباب خارج النادي الأهلي، أسباب لها علاقة بالنادي الأهلي نفسه، عدم اهتمامه بالبطولة في بعض الأحيان. دي نقطة. فكون ان هو يرجع للقب كاس مصر ويزود ألقابه في هذه البطولة ده مكسب. النقطة الثانية فكرة ان انت تخرج من مطب او اخفاق، يعني ممكن نحطه في وضع مش هنقول ان هو اخفاق كبير، لكن خسارة البطولة العربية طبعا في القاهرة، مع ان احنا كلنا عارفين وكلنا اكدنا ان هي كانت بالنسبه للنادي الاهلي وللجهاز الفني ولاداره النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي ما كانش عليها السبوت او ما كانش عليها الاهتمام، كانت ليها فوائد تانية. فكون ان هو يثبت انه قدر يستفيد من البطوله العربيه ويخرج من البطوله العربيه بفريق قادر ان هو يكسب كاس مصر على حساب فريق اولا زي سموحه فريق قوي ويعمل الاداء ده ويكسب بنتيجه كبيره في السيمي فاينل، ثم مباراه المصري البورسعيدي وشفنا قد ايه الفريق المصري كان فريق قوي وفريق متماسك وفريق منافس وفريق تعب النادي الاهلي، تعب النادي الاهلي تكتيكيا في خلال 120 دقيقه وعلى مستوى المنافسه والروح في الملعب كانت مباراه صعبه جدا. فكون ان انت تخرج من اخفاق، احنا هنسميه اخفاق لان النادي الاهلي، نرجع تاني نقول ان النادي الاهلي اي بطوله سواء كانت وديه او رسميه لا يتوج بلقبها، هو يعتبر اخفاق. النادي الاهلي متعود. بس انا هسال حضرتك سؤال مهم جدا. النادي الاهلي انتقد كثيرا بعد موضوع البطوله العربيه وهي بطوله وديه تحمل الطابع الرسمي الى حد ما، ولكن الكابتن حسام البدري ومجلس الاداره حتى الباشمهندس محمود طاهر لما طلع في المؤتمر الصحفي وضح قال ان النادي الاهلي عنده بطولات اهم، فالبطوله العربيه كانت المشاركه فيها لاسباب سياسيه واسباب تتعلق بقيمه الوطن العربي وان مصر تحتضن العرب، ولكن في نفس الوقت الكابتن حسام البدري كان يركز على الكاس. فانت شايف ان الكابتن حسام البدري خد القرار الصح؟ ده اللي انا كنت لسه هقوله في باقي الكلام، يعني اللي انت قلته يا كابتن فاروق بالظبط اللي احنا كنا قلناه قبل حتى ما الاهلي يخرج من البطوله العربيه. اثناء منافسه الاهلي في البطوله العربيه قلنا نفس الكلام، قلنا ان اهداف النادي الاهلي اكبر بكتير من تتويج بلقب، لكن هو يظل مجرد لقب. لكن فكره ان انت تنهي البطوله العربيه وتدخل بهذا اولا لياقه بدنيه جاهزه وحاضره، تلعب 120 دقيقه في نهائي الكاس وبتجيب مكسب في اخر 3 دقائق من 120 دقيقه، فاذا انت خارج من بطوله عربيه وانت جاهز على مستوى اللياقه البدنيه، جاهز على المستوى الفني، عندك بدلاء الكابتن حسام البدري استخدمهم في خلال مباراتين السيمي فاينل والفاينل، قدروا يعني ولعب في التشكيل ولعب في التكتيك، شفنا حتى في مباراه المصري اكتر من مره كابتن حسام البدري بيغير التكتيك في المباراه، فاذا انت قدرت تستفيد من البطولة العربية بأنك تاخد اللقب الأهم بالنسبة لك كنادي أهلي وبالنسبة للقيمة اللي هو لقب كاس مصر،
فقدرت تستفيد من البطوله العربيه. ال 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 الشيء الثاني اللي هو احنا يعني تجاريا كده لما بنقيم قرار بنقيمه بناء على النتيجه، فلما يجي المدير الفني للنادي الاهلي او رئيس مجلس اداره النادي الاهلي يقول احنا خدنا قرار ان احنا هنهتم بكاس مصر اكتر من البطوله العربيه، والبطوله العربيه بالنسبه لنا بطوله استعداديه للكاس ومن ثم دوري ابطال افريقيا، فاذا كان بالنسبه لنا احنا كمحللين بالنسبه لنا النتيجه هي الفيصل، فاذا قدر النادي الاهلي يتوج بكاس مصر اذا كان القرار صحيح، والاهلي توج بكاس مصر اذا كان القرار صحيح، ولا نملك الا ان احنا نرفع القبعات للجهاز الفني للنادي الاهلي ولاعيبي النادي الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي ونهنئهم على اتخاذ القرار الصحيح وعلى الفوز ببطوله كاس مصر. استاذ احمد فاروق، كنا نتحدث في الاستوديو التحليلي قبل اللقاء على نقاط مهمه جدا، ومن فضل الله يعني اغلب او 90% من النقاط اللي تحدثنا عنها حدثت بالفعل، وكنا كنت سالتك هل النادي الاهلي في وقت اضافي قادر على انه يحصد الفوز في الدقائق الاخيره، وكنت جاوبتني. هسالك كيف رايت موسم النادي الاهلي مكتملا دوري وكاس؟ هو موسم النهايات السعيده. الاهلي رغم سيطرته الواضحه على لقب الدوري ورغم حسمه للقب قبله بمراحل قبل النهايه بمراحل، لكن شاء القدر ان اخر مباراه تكون مع المنافس المباشر ويعمل فيها مباراه هايله جدا ويتفوق بوضوح وينتهي الموسم على صعيد الدوري بشكل سعيد جدا للاهلي وللاعبين وللجهاز الفني وللجماهير. شاء القدر ايضا ان رغم فوز وتتويج الاهلي بالكاس وبالثنائيه المحليه الا ان سيناريو المباراه جاء السيناريو اللي بيحبه جمهور النادي الاهلي، السيناريو الدرامي، السيناريو القاتل كرويا طبعا في ارض الملعب يعني وليس بمعنى اخر. انك تكون خسران لغايه وقت اضافي قبل نهايته تقريبا بدقائق وهدف، وحتى بعد الهدف الجمهور يمكن كان مستني ركلات جزاء، لكن الاهلي ابى الا انه يحسم المباراه بهدف وكمان هدف جميل رغم ان احمد فتحي يعني مدافع ومعتدين منه على الشوط الجامد والقوه و لكنه حطها بمهاره استثنائيه ولا يعني كانه لعيب دولي. بالظبط، انا هلخصها بفينش احمد فتحي بالظبط وتحرك احمد فتحي، لان كل تحدث برضه كنت بتكلم مع نجومي في الفتره اللي قبل كده، نجومي الكبار كابتن رياض شحاته وكابتن احمد ابو مسلم ولاعيبه، وحتى ابو مسلم لعيب باك ليفت وظهير، وقلت له كل تحدث عن الفينش ومحدش تحدث عن التحرك. صحيح، ده مهم ودي جدا، دي حاجه، ده باك يمين، ايه اللي جابه هنا في الوقت ده؟ خبره وقيمه احمد فتحي، وحتى من سنوات طويله لو نرجع 8 سنين لسنه 2009 احمد فتحي كان في نفس المكان في مباراه الاهلي وطلائع الجيش، المباراه اللي كانت لو انتهت بالتعادل كان اللقب هيروح للاسماعيلي، الهدف الثاني بالظبط الهدف الثاني اللي احرزه هدف التفوق على طلائع الجيش برضه بمهاره رائعه قبل ما يحرز طبعا الهدف الثالث النادي الاهلي، ومهاره برضه رائعه لان هو يعني هو هنا ادي الكوره كنت بنتكلم ايه اللي جاب احمد فتحي هنا، ده باك يمين وخبره لاعبي النادي الاهلي اللي خلتهم يندفعوا بسرعه جدا جدا عشان يعملوا الزياده العدديه في الوقت ده. هم لمحوا ان في اثنين بس استوبرات من لاعبي النادي المصري وحارس المرمى النادي المصري ولاعب واحد من الاهلي، في لحظه الكوره لما خرجت اوت في لحظه اندفاع اربع لعيبه من النادي الاهلي عملوا زياده عدديه في لحظه، فدي خبرات، دي خبرات. هي هو ليه النادي الاهلي فريق بطوله؟ لانه عنده في داخل الفريق في خبرات كبيره جدا، خبرات دوليه زي ما انت قلت وزي ما فاروق قال، ذكاء لاعب، ذكاء لاعب احمد فتحي، ان انت كنت لسه بتقول ازاي ظهير ايمن يتحرك يبقى في السكس يارد او داخل منطقه الجزاء في جزء من الثانيه من عند منطقه جزائه لمنطقه جزاء الخصم، دي خبرات. لا والثقه، والثقه يا وليد، ليه دايما الناس، ليه الاهلي اللي بيكسب في الدقيقه 90؟ السؤال اللي بيتكرر من ساعه ما اتولدنا، ليه الاهلي بيكسب في الدقيقه 90؟ جولنا طلائع الجيش اللي كنا بنتحدث عنه احمد فتحي وبرضه الملعب اتقلب، بس كان يعني نفسنا الصراحه في نفس المكان، نفسنا في الجمهور في نفس المكان، نفسنا في الجمهور. وبص بقى، بص كله برضه متوقع ان احمد فتحي هيشوط ترقيصه ولا اجمل من كده، ايه لكام واحد، وادي حسام عاشور ايام ما كان بيربي شعره الايام الجميله، وادي الترقيصه، شوف الثاني طلع بره الكادر وبشماله جوه الجول، يعني الراجل طلع بره الكادر اللي اترقص يعني في الاول، انا مش عايز اقوله هو مين بس بشماله في مرمى كان غريب حافظ، مرمى نادي طلائع الجيش، وغريب حافظ ده من الاوتاد يعني اللي في مرمى طلائع الجيش. يعني لو في خريطه حراريه هتلاقي احمد فتحي النقطه اللي شاط منها هي نفس النقطه بالظبط، مع اختلاف طبعا طريقه من تسديده قويه في طلائع الجيش للمسه فنيه في مباراه المصري. نرجع نقول ليه الاهلي بيكسب في الدقيقه 90 وبيكسب في الدقيقه 120؟ هل هو حظ؟ هل هي صدف؟ شوف في اللقطه بتاعه الجول بتاع المصري، شوف اللعيبه رايحين يجيبوا جول،
الرباعي اللي قدام سواء من اول ما الكره اتلعبت اوت اللعيبه رايحين يجيبوا جول، عندهم ايمان وعندهم ثقه شديده ان احنا لا فاضل 30 ثانيه فاضل دقيقه هنجيب الجول في دقيقه، مش هنروح لركلات ترجيح. فانا اعتقد ان دي يعني لحد دلوقتي ثلاث مدافعين بالظبط، شوف بقى فجاه هنا 1 2 3 4 5 6 على 4 يعني 1 2 3 4 5 على 4، اذا في زياده عدديه عندك في لحظه فتجيب هدف صحيح. فانا يعني ده اكتمال لمسلسل النهايات السعيده للاهلي في الموسم المحلي. وزي ما قلنا هنا كنا اتكلمنا في يوم الاستوديو بتاع مباراه الاهلي والمصري وقلنا ان الاهلي توج بالقاب القاريه في جميع اللعبات الجماعيه وتبقى كره القدم، والاهلي توج بالثنائيه المحليه، كان طبعا لسه بطوله الكاس لم تتحقق. فالنهارده بنتكلم والاهلي بطل الثنائيه المحليه والاهلي بطل افريقيا في كل اللعبات الجماعيه، يتبقى فقط انجاز ان شاء الله يتحقق قريبا بتتويج الاهلي بدوري ابطال افريقيا في كره القدم عشان تكون سنه استثنائيه اعتقد ما اتكررتش لاي نادي في تاريخ الرياضه وفي تاريخ كره القدم. يعني في نقطه بس بخصوص الزياده العدديه، انا دي يعني نفسي اسال فيها كابتن حسام البدري ويعني اتمنى فعلا ان يجاوبني عنها بشكل تكتيكي. انا ملاحظ من ساعه البطوله العربيه ان في فكر معين عند كابتن حسام البدري والجهاز الفني انه بيخلق بجمل زيادات عدديه لمهاجمي النادي الاهلي بشكل كبير جدا بشكل كبير جدا، انا ما كنتش بشوفه على مدار الموسم. يعني الاهلي على مدار الموسم كان بيكسب وبيحرز اهداف لكن كان بشكل تكتيكي او بتوزيع لعيبه مختلف. انا من البطوله العربيه تحديدا، وعشان كده بقول لك ان كان الجهاز الفني للنادي الاهلي كان بيجرب حاجات في البطوله العربيه، كان بيجرب خطط وكان بيجرب الزياده العدديه اللي احنا شفناها على دفاع النادي المصري في اخر دقيقه دي، ده مش 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 هباء او مش على سبيل المصادفه. في مباراه الفيصلي، مباراتي الفيصلي والمباراتين التانيين في البطوله العربيه كان النادي الاهلي بيزيد بالشكل ده. انا ليه رد عليك، يعني طبعا هو كابتن حسام البدري اكيد بيبقى له فكره، ولكن انا هقراها ليه كمدير فني. النادي الاهلي 99% او 90% خلينا نقول 90% من الماتشات اللي بيلعبها بيلعب فرق بتلعب بطريقه دفاعيه. الطريقه الدفاعيه بالشكل الجديد مع القوه البدنيه اللي موجوده مثلا عند فرقه زي النادي المصري. فرقه هتلعبك 120 دقيقه دفاع، عندهم فايتنج سبيريت، عندهم روح عاليه جدا في القتال ومتكتله دفاعيا. فهنا في حاجه اسمها النيوميريكال سوبيريوريتي، الزياده العدديه دي هي اللي بتحقق لي ضرب الديفنس. فانا هضرب الديفنس ازاي الا لما يكون عندي جمل انا عامل فيها زيادات من الناحيه الهجوميه سواء كلاعبي ظهري الاجناب او من العمق، وده اللي شفناه في مسلسل الهدف. فده الناحيه اللي فعلا كابتن حسام البدري في اخر الموسم، حتى انا هذكرك بماتش سموحه في الدوري غير الكاس، ما هو خد اربعه في الدوري وخد اربعه في الكاس. فالاربعه بتاعت الدوري هتلاقي برضو نفس القصة في سواء في إجوان صالح سواء في إجوان أجايي سواء في إجوان مؤمن، نفس القصة بالنسبة لكاس مصر. كل أهداف النادي الأهلي هتلاقي في زيادة عددية عشان أعمل تفوق على التكتل الدفاعي. ونقطة كمان بقى أضيفها لكلامك، إن النادي الأهلي أو كابتن حسام البدري مستحيل يدي تعليماته أو يبني تكتيك يبقى في زيادة عددية إلا لو عنده اثنين ديفندرات على مستوى عالي من اللياقة والتغطية. يعني كابتن حسام البدري عمره ما كان هيعمل الزيادة دي إلا لو كان عنده عمرو السولية وحسام عاشور، أو حسام عاشور وحسام غالي، أو حسام غالي وعمرو السولية. يعني هنا بص حضرتك، أنا بعلق لك، بص هنا ده هدف من أو كرة من الكور اللي في ماتش سموحة. بص هنا كام واحد جوه منطقة الجزاء قبل ما، يعني لو الصورة وقفت هنا عد كام واحد أحمر. هنا الفرق ما بين النادي الأهلي وكل واحد واخد زاوية، يعني مش برضه واقفين اعتباطا. وهنا برضه مش هقدر ما اتكلمش على الكعب بتاع اجاييه، يعني اجاييه مدي لمحه ولمسه للفراوده الجمال بقى. انا طبعا احنا هنخش في الكلاسيكو وهنخش على كريم بنزيما، وبرضه اللمحات واللمسات لما يكون عندك راس حربه بالحرفانه ديت بيخلق لك، يعني بص السروع عمله والكعب. فدي من الحاجات اللي الاضافات، وادي بقيه الفرص، هتلاقي دايما في تفوق وزياده عدديه من المهاجمين للنادي الاهلي. ودي الطرق، انا هكشف الطرق الدفاعيه، لان برضو خلينا نبقى واقعيين، النادي الاهلي بيلعب افضل كره هجوميه في مصر. كل الفرق اللي قدامه بما فيهم نادي الزمالك بيقابلك نص ملعب. فدي من الحاجات اللي فعلا ولو ركزت في تدريبات، واكيد انتم بتشوفوا التدريبات، هتلاقي النادي الاهلي دايما بيحاول يذهب الى الشق الهجومي بالتفوق العددي. اذا يعني ضيفي الكريمان اتفق على انه موسم استثنائي بالنسبه للنادي الاهلي. النادي الاهلي ينتقد منذ بدايه الموسم،
حتى وهو متفوق الدوري كان ينتقد، وهو فائز بالدوري ينتقد، وهو متأهل لدور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا ينتقد، وهو فائز بالدوري وكاس تفتكر برضه هيبقى يعني جو الانتقاد هيكمل؟ لأنه الأهلي يعني هينتقد، هينتقد وهو كسبان وهو بطل لأنه الأهلي، يعني لو في 99% دايما الأهلي التارجت بتاعه 100%، فأنا شايف الانتقاد ده يعني أمر طبيعي والأهلي يعتاد عليه يعني. سياسة الانتقاد يعني في حد بينتقد للصالح او بينتقد فعلا الخطا وبينتقدك بشكل فني، ما عندناش اي مشكله معاه، ولازم لازم الكل يتفهم ده، وانا متاكد ان داخل منظومه النادي الاهلي على الاقل منظومه الفريق هم متفهمين ده، لان هم كلهم عندهم خبرات، اللي لسه هنرجع تاني نقول الخبرات، خبرات عريضه جدا دوليه ومحليه، وفاهمين التعامل ازاي مع الاعلام والتعامل ازاي مع الانتقادات ومع الجماهير و لكن طبعا بتكون في انتقادات كتير، انتقادات مغرضه لاسباب مش فنيه او لاسباب غير اصلاحيه او لاسباب غير مفهومه، فده اكيد اللي لازم يتحط قدامه علامه تعجب او علامه استفهام، ولازم يعني يرمى خلف الظهور وتبص على التارجت اللي قدامك زي ما بيحصل دلوقتي. بس النجاح بيسكتها يعني، يمكن هنروح للكلاسيكو بس نضرب مثال، زين الدين زيدان في اول سيزون له كسب تشامبيونز ليج وكسب سوبر ومشي بشكل رائع جدا، كان الكلام كله ان هو يعني ماشي بنور الله ومحظوظ و و و وكان بينتقد في طريقه لعبه وكان مثار للسخريه، تخيل مدرب بطل دوري ابطال اوروبا وكان مثار للسخريه والكوميكس و في لحظه ما لما كسب الدوري في السيزون اللي بعده الليجا ولما كسب الشامبيونز ليج مره ثانيه، اللي عايز ينتقد ما بقاش قادر ينتقد، اللي نفسه ينتقد ما بقاش قادر ينتقد. في ناس عندها انتقادات للاسف لاسباب غير منطقيه وغير معلومه، وفي ناس ما لهاش اصلا في الكوره وما بتفهمش في الكوره وبتشتغل شغلانه تانية في السياسه، ويا ريتها حتى فاهمه في السياسه، هي بتطلع تجعجع وخلاص وتطبل وخلاص والناس كلها عارفين هم مين، وعندنا هنا زملائنا يعني شبههم بشبه هو فعلا يعني ممثل ليهم يعني، فللاسف بيطلع يتكلم وبيطلع في وسط الماتشات يعني حتى ما بين الشوطين، والنادي الاهلي لو انت مشجع بجد للنادي الاهلي عمرك ما تنتقد النادي ما بين شوطين، لكن في تصريحات طلعت، تصريحات معينه من ناس معينه واحنا حتى مش هنذكر اساميها، لكن للاسف بيتقال عليهم أهلوية، وفي الأخير النادي الأهلي ماشي في السياق الصح، محدد خطواته في الخطوات الصح، وفي الأخير من فضل الله دوري وكاس. ناخدكم بسرعة سريعا قائمة منتخب مصر، مباراة مهمة جدا أمام أوغندا، أكثر من 9 لاعبين من النادي الأهلي داخل قائمة منتخب مصر. هسألك وليد في الأول، كيف ترى استعدادات منتخب مصر للقاء أوغندا؟ هو الحالة اللي بيعيشها معظم لاعبي منتخب مصر حاليا سواء المحترفين او اللاعبة المحليين وعلى رأسهم لاعبي النادي الاهلي، حالة مثالية. ما اعتقدش هيكتور كوبر يعني كان يتمنى انه ياخد مجموعة لعيبة قبل مباراة هامة زي مباراة اوغندا في حالة افضل من الحالة اللي هم عليها، كل نجومنا في الخارج في دوري قوي زي الدوري الانجليزي او حتى في الدوري التركي او الدوري البرتغالي او الدوري السعودي كلهم متألقين خلال الفترات اللي فاتت سواء في البري سيزون او في ماتشات بداية الموسم، حتى يعني مش بس تألق عادي، لا ده بياخدوا مان اوف ذا ماتش وبيحرزوا اهداف والناس كلها بتتكلم عنهم، الصحافه العالميه بتتكلم عنهم، فده بالنسبه للمحترفين في الخارج. النهارده النادي الاهلي في التوب فورم الفريق، وده طبعا ادى بالتبعيه ان عندنا 9 لعيبه من النادي الاهلي في قائمه المنتخب، لان هو الفريق الاجهز والاقوى والاكثر حضورا على المستوى الفني في الوقت الحالي. انا شايف ان 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 ان, إن المنتخب يعيش حاله مثالية قبل مباراة أوغندا، وأنا أتوقع بالحالة دي هيكتور كوبر أتمنى يختار التوليفة أو التشكيل المناسب. هي القائمة طبعا يعني بنسبة 90% أو 95% منطقية، طبعا بعض الاختيارات مش هنتكلم بقى هو ما خدش مين أو، بس يعني بنسبة 90-95% هي دي الاختيارات المثالية اللي كان ممكن أي حد يعني يختارها. منتخب مصر أقرب وفقا للحالة وفقا للتخبط اللي بيعيشه منتخب أوغندا، فده شيء يعني يبشرنا ان شاء الله بفوز او على الاقل بالعوده بتاعته. احمد فاروق، هل كان يستحق السوليه دور ومكان في منتخب مصر؟ انا كنت هبدا كلامي بده، هي علامه الاستفهام الوحيده غياب عمرو السوليه، لكن ربما يعني ناخد مبرر لهكتور كوبر ان هو مش عايز يغير فلسفته
رغم تراجع مستوى طارق حامد ورغم تراجع مستوى بعض العناصر، لكن هو شايف انه لاعب الارتكاز عايز لاعب ارتكاز بفلسفه معينه وبمهام معينه، عايز يمشي بنفس المنهج اللي انتهجه من اول ما تولى تدريب منتخب مصر، سواء في مباراتين البدايه الاولى والثانيه في تصفيات كاس العالم او في مسيرته في كاس الامم الافريقيه وحتى مباراه تونس اللي رغم اننا كنا يعني مش في المستوى المطلوب فيها، لكن هو واضح ان هو مستمر على نهجه ومش عايز يغير دلوقتي على امل ان هو يتخطى عقبه اوغندا. اعتقد لو تخطى عقبه اوغندا الامور هتقرب جدا، فهو طب يعني بيفكر صالح جمعه شايفه ممكن يبقى ازاي في الفتره اللي جايه؟ اعتقد دور صالح جمعه مهم جدا جدا، لان هنقابل اعتقد هنقابل كثافه دفاعيه كبيره جدا في مباراه اوغندا، دي بتحتاج لاعب بامكانيات صالح جمعه ولاعب بمهاره صالح جمعه، عنده حلول كثيره جدا زي ما شفنا مع الاهلي في الفتره الاخيره. فانا اعتقد جنب جناحين مميزين جدا زي صلاح وتريزيجيه، وجود لاعب بمهاره صالح جمعه في الموقع يكون مهم جدا. وارد جدا رمضان طبعا، الخيارات الحمد لله كثيره، يعني في الخيارات كثيره في خصوصا في الجوانب الهجوميه، فانا اعتقد ان شاء الله حتى احمد حسن كوكا تالق وابتدى يستعيد مستواه، يعني حتى لو نتكلم مش بس على المباراتين دول، الفتره الجايه ان شاء الله الخيارات الهجوميه كويسه جدا، وشفنا تالق لبعض لاعبي الارتكاز، واعتقد عمرو السوليه هيكون موجود في الفتره الجايه برضه. فمن ناحيه الخيارات ومن ناحيه العناصر ومن ناحيه الجاهزيه الامور مبشره جدا ان شاء الله، وان شاء الله نعمل نتيجه كويسه. طيب احنا عندنا تقرير من اعضاء الجمعيه العموميه في فرع الشيخ زايد بيتحدثوا عن رايهم في اللائحه الاسترشاديه، نذهب ونشاهد. كعضو جمعيه عموميه الندوه النهارده مع المهندس محمود طاهر لشرح اللائحه الخاصه بالنادي الاهلي، رايك ايه في الندوه طبعا وانطباعاتك عنها؟ واكيد ضروري جدا النادي الاهلي يكون عنده لائحه خاصه بيه. طبيعي لازم النادي الاهلي يكون ليه لائحه خاصه بيه، لان النادي الاهلي نادي كبير ومليش على حد اللي هو يحط رايه في النادي الاهلي، لان النادي الاهلي اكبر من كده بكتير، ولازم تكون لينا لائحه خاصه بالنادي الاهلي. النادي الاهلي كبير، ده ثلاث فروع، فرع مدينه ناصر وفرع الجزيره وفرع الشيخ زايد، طبعا فروع كبيره، ولازم يكون لنا راي في اللائحه. مش اللجنه الاولمبيه مش هتملي رايها عليا انا اصلا، لازم يبقى انا ليا راي في الموضوع ده كله، يعني ما فيش مشكله. ماشي يا حبيبي، ربنا يشوفك. طبعا عايز اخد راي حضرتك في اهميه وجود لائحه خاصه بالنادي الاهلي، بعد ما المهندس محمود طاهر مؤخرا في مؤتمر صحفي اعلن عن لائحه النظام الاساسي للنادي الاهلي، اكيد ده شيء مهم لكل اعضاء النادي. وبالطبع يعني اللائحه الاساسيه بتاعت النادي الاهلي، احنا مش اي نادي، فقراراتنا ولازم بيتنبع من داخلنا احنا، مش ما فيش اي سلطان علينا من اي حته او من اي جهه ثانيه يعني. وده واضح في كل القرارات اللي موجوده، سواء كانت داخليه او خارجيه، بمعنى ان النادي الاهلي يعني كيان غني عن التعريف، وفي نفس الوقت نجاحاته واضحه بالنواحي الديمقراطيه اللي داخل النادي الاهلي، سواء كانت متمثله في الجمعيه العموميه او مجلس الاداره او اي جهات داخليه داخل النادي. أهمية وجود لائحة خاصة بالنسبة للنادي الأهلي، ورأيك في لائحة النظام الأساسي الخاصة بالنادي الأهلي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الاول نبارك للنادي الاهلي على الكاس البطوله 136، وفي نفس الوقت وجود لائحه خاصه للاهلي شيء ضروري. الاهلي ما هوش نادي صغير، الاهلي اصبح بيصنف عالميا دلوقتي، هو الثاني من حيث ترتيب البطولات العالميه، فده اصبح كيان، الكيان ده محتاج يكون فيه ترتيب وتنظيم اكتر. على سبيل المثال لما تطلع لائحه من العظيم جدا الاستاذ رجاي ويطلع فيها كلام ونطلع في بنود ونراجعها مره ثانيه، ده مش مطلوب معانا في النادي الاهلي. انما وجود لائحه خاصه بالاهلي هي مطلب ضروري واساسي ليه، واللائحه تشمل كل الفروع، ما تكونش معتمده على اعضاء الجزيره بس، مع كل احترام والتقدير لاعضاء الجزيره. بالاضافه لكده، ما دام في لجنه وفي لائحه وفي لوائح انتخابيه، محتاجين نسمع الراي والراي الاخر، بعيدا عن حساسيات او بعيدا عن متطلبات المراكز القياديه اللي تكون داخل النادي الاهلي، لان انا متاكد تماما ان اي واحد هو واحد من النادي الاهلي يقود النادي الاهلي. انما اللائحه الموجوده دلوقتي ما دامت متطابقه مع قانون الرياضه الجديد،
او النظام الرياضي الجديد اللي بيطلع ومتطابقه معاه، فبالتاكيد هتتماشى معاه. فيها بعض التعديلات اللي محتاجه ان هي تكون موجوده عشان تتماشى مع النظام الرياضي الجديد. اوكي، مش مساله بس 8 سنين، مش مساله اللي داخل الجيش، مش مساله يعني، في حاجات كتير اكتر اعتقد ان هي اهم اكتر من كده، لان الاهلي بالاساس هو تاريخ. يعني الاهلي هو ما هواش بوزيشن حد موجود عليه، الاهلي تاريخ بدايه من التتش، فهو تاريخ. اوكي، فالتاريخ دون لابد ان تاريخ عظماء الاهلي لابد يكون، او رموز الاهلي او ايكونز الاهلي لابد ان هم يكون لهم ادوار، سواء كانت قياديه او توجيهيه، بعيدا عن كابتن محمود الخطيب، بعيدا عن السيد العظيم محمود طاهر، ولكن في نفس الوقت لابد ان يكون في شيء منظم للوائح وطريقه اداره الانتخابات اللي بتكون المجالس الاداره. واشكر لكم استضافتكم جدا، واتمنى اكون افدتكم. شكرا لكم جدا. اهميه وجود لائحه النادي الاهلي خاصه بي ورؤيتك للندوه النهارده. انا بدايه بشكر كل اعضاء مجلس الاداره اللي في النادي، وبشكر كل اعضاء النادي في حته لازم يبقى كله موجود عشان موضوع اللائحه الجديده، والناس كلها متفقه معايا تماما ان هم يعني هم اللي عايزين يحضروا يحددوا مصيرهم بنفسهم، مش بال ودعم مش بالاهلي الاستشاري الموجود دلوقتي. لكن شيء مهم ان يكون في لائحه خاصه بالنسبه للنادي. ده اكيد طبعا، ده اكيد طبعا، زيك زي اي كيان مش محتاج اي ضخم اي جهه ثانيه بره، ان في الاخر هو النادي بتاع الاعضاء بالظبط. شكرا. رأي حضرتك في اللائحة الخاصة بالنسبة للنادي الأهلي، وأيضا أهمية وجود ندوة من المهندس محمود طاهر والتواصل مع أعضاء النادي الأهلي. بسم الله الرحمن الرحيم. أهمية الندوة طبعا إن احنا لابد الإيضاح من بنودها وإيه من نقط الخلاف المتداولة، ولابد من الناس إن هي تفهم إيه ما هي اللائحة الاسترشادية واللائحة المطروحة من قبل مجلس الإدارة. لابد ايضاحها، لان ما اعتقدش ان كل الناس بتبقى فاهمه نقط الخلاف ايه هي. فالندوه اكيد مفيده لايضاح كل هذه الامور بالنسبه للناس. اهميه وجود بقى لائحه للنادي الاهلي بالنسبه لك كعضو، انت شايف اهميه ده ايه؟ اكيد، لان دي اللوائح التنظيميه اللي بتنظم اي بيت، فده وضع طبيعي ان يكون في لوائح بتنظمه وغير مفروضه من احد، لان كل بيت هو ادرى باللوائح اللي بيحطها، انا مش هستنى حد يحط لي اللوائح اللي بتنظم لي بيتي، فاكيد ان انا غير موافق ان يفرض عليا لائحه استرشاديه من قبل اي جهه اخرى اداريه. اكيد. العفو. كلاسيكو الأرض ريال مدريد وبرشلونة، اللقاء الأكثر مشاهدة في العالم والناديين الأكثر شعبية في العالم. فكل مكان هتخش هتلاقي فيه ريال مدريد وفي برشلونة وفي مشجعين لريال مدريد وبرشلونة، حتى ضيوفه في الاستوديو على يميني برشلونة وعلى شمالي ريال مدريد، عشان يكون الموضوع باين ان احنا هنا بنجيب يعني الرأيين، يعني كل واحد له فكره، كل واحد له طريقته اللي بيعبر بيها عن تشجيعه، ولكن احنا هنا في استاد الاهلي دائما هتلاقي المعلومه الصح وهتلاقي الكلام الموزون والكلام الفني الصحيح. هنبتدي كلامنا على شايف ريال مدريد مع زيدان تحول الى نادي اخر، تحول الى شخصيه زين الدين زيدان، قيمه زين الدين زيدان، وصراحه هو من المدربين القلائل ان لم يكن الاوحد في انه يغير فكره ان انا لعيب كبير وسوبر ستار، ولكن مدرب كبير وسوبر ستار كمدرب. يعني ما فيش حد في العالم لو سالته لما تولى زين الدين زيدان تدريب ريال مدريد، لو قلت له قول افضل سيناريو ممكن زين الدين زيدان او ريال مدريد مع زيدان يمشي عليه، مستحيل كان يتوقع هذا السيناريو. الحقيقه زيدان فاجئ العالم كله، واعتقد يعني زيدان اكتشف في نفسه ابعاد جديده انا متاكد انه ما كانش عارف ان هي عنده. الحقيقه زيدان كلاعب كره قدم كان لاعب كبير، يمتلك الكاريزما، يمتلك الفكر،
يمتلك الثقافة الكروية، يمتلك الذكاء الكروي، أفضل لاعب في العالم، وكتير جدا بيحطه في نفس الكاتيجوري بتاع مارادونا وبتاع بيليه، بيقولوا إن زيدان زيه زي بيليه ومارادونا ويوهان كرويف، يعني من أحسن خمسة ستة في تاريخ الكورة. سير أليكس فيرغسون في تصريح يعني عظيم، أو تصريح من تصريحاته، اللي قال لك اديني زيدان وعشر قطع من الخشب وأنا أفوز بدوري أبطال أوروبا. طبعا. فبس من امتى اللاعب الكبير يكفي ان هو لاعب كبير عشان يبقى مدرب كبير؟ يعني خير مثال عندنا مارادونا، يعني ما فيش مثال ابرز من كده. لكن واضح ان زين الدين زيدان عنده فكر، واضح ان عنده سياسه، واضح ان عنده فلسفه، قرر ان هو يطبقها من الدقيقه الاولى اللي تولى فيها تدريب ريال مدريد. فلسفه زين الدين زيدان كانت بتعتمد اولا انه يحول ريال مدريد من فريق النجم الاوحد، فريق كريستيانو رونالدو او فريق الجالاكتيكوس فيما سبق، اللي هو كان نفسه زين الدين زيدان كان احد اعضاء فرقه الجالاكتيكوس او فرقه النجوم اللي كان فيها لويس فيجو، كان فيها روبرتو كارلوس، وكان فيها راؤول واسماء يعني رونالدو الكبير، ورونالدو طبعا ديليما وبيكهام، اسماء يعني كبيره جدا. يحول فريق ريال مدريد الى فريق جماعي، فريق لا يتأثر بغياب نجم ولا حتى اثنين ولا حتى ثلاثة. هي الفكرة ان الفريق هو اللي بيلعب، ان فلسفة المدرب هي اللي تبقى طاغية على ال 11 لاعب. بنفكر بقى مشاهدينا وجيل الصغير اللي ما شافش زيدان، ما شافش متعة الكورة، اللي ما شافش زيدان فاته كتير صراحة. زين الدين زيدان من اللعيبة اللي كنت بتتمتع ان الكرة تروح لهم. ده جونه في جون ديبورتيفو لاكرونيا، واحد من الاجوان الشهيرة اللي في تاريخ الكرة العالمية كلها. شوف رقص كم واحد في الكرة ديت، واحد اثنين ثلاثة اربعة. وزيدان نموذج اللعيب رقم 10، اللعيب المهاري، اللعيب اللي البدني عنده قوي جدا، يمين وشمال ما عندوش اي مشكلة. ده برضو جون حطه في الميلان الاول، استلامة بالكعب وبعدين واحد واتنين. بص هنا رقص كم واحد، ودول دفاع اي سي ميلان. ميلان في هذا الوقت افضل دفاع في العالم. فعشان تعرف قيمه زيدان كلاعب، قيمه زيدان كلاعب. وتصريح السير أليكس فيرغسون كان في محله احمد فاروق. طبعا طبعا زيدان، واللي يعني اللي ما عاصرش زيدان وما اتفرجش على زيدان فاته كتير جدا، ان هو يمكن جه بعده رونالدينيو وجه بعده لاعبين عظماء، لكن فكره الكاركتر والشخصيه المكتمله، مش بس المهاره، المهاره والكاريزما والثقه والرزانه في الاداء حتى في احتفاله. يعني زيدان احنا كنا شايفينه مدرب من قبل ما يدرب، ويمكن رغم ان كتير جدا من السوبر ستارز تاريخيا من لم يوفقوا في الجانب التدريبي، لكن احنا كنا دايما شايفين ان زيدان هيبقى مدرب كبير، لان كان عنده في الملعب شخصيه المدرب. زيدان عمل حاجه مهمه جدا جدا، يمكن كان صعب او شبه مستحيل على اي مدير فني انه يعملها في ريال مدريد، انه اجبر فلورنتينو بيريز على تغيير فلسفته. بيريز كان دايما في ولايته الاولى او في ولايته الثانيه دايما بيحب الشو، دايما فكره الجالاكتيوس كانت دايما مسيطره عليه، وحتى لما جه في الولايه الثانيه كان التارجت بتاعه ان فريق يبقى فيه رونالدو وجاريث بيل وكريم بنزيما وكاكا، التعاقدات الضخمه جدا والنجوم. النهارده خامس رودريجيز ورودريجيز، وكان دايما في اصرار ان كل سيزون وكل صيف لازم يبقى فيه صفقه ضخمه جدا من الصفقات الاعلى في تاريخ كره القدم. النهارده بنشوف فريق الهيكل الاساسي بتاعه ونجومه معظمهم شباب، بنشوف ان مستقبل ريال مدريد لا يتمثل في صفقات من العيار الثقيل بيجيبها زيدان او بيجيبها بيريز من 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 بريمير ليج او من ايطاليا او لا. ده بنشوف اسينسيو، وبنشوف فاسكيز، وبنشوف انه بيتعاقد مع ثيو هرنانديز، وبنشوف انه بيتعاقد مع سيبايوس، وبنشوف انه بيرجع فاييخو. لعيبه كلهم 20 21 سنه، هم مستقبل ريال مدريد، وبيتخلص من النجوم اللي كانوا موجودين على الدكه اللي ممكن يعملوا له ازمات. يعني قال لموراتا شكرا، رغم انه هو لاعب كان البعض بيشوف ان هو مستقبل ريال مدريد، لكن لان فلسفته كانت لا تسمح زي بنزيما. وشفنا الجون الثاني لبنزيما، طبعا مش اي حد يستلم الكوره كده ويحطها كده. وبعدين بنزيما بتخصص في برشلونه بيحط جوان حلوه يعني صراحه، حتى القال يعني للامانه. هو بنزيما للامانه مظلوم جدا في تقييم نقطه الـ 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 التهديف. يعني هو بيضحك عشان هو عارف يعني انا برضو الى حد ما بميل الى فلسفه برشلونه، ولكن بيضحك لان بص الاستلامه باليمين والحطه بالشمال، ما فيش غير فاروق حريف هيعمل لي كده. هو وليد امبارح كتب بوست على فيسبوك يعني بيقول حاله البؤس اللي فيها برشلونه امبارح لدرجه ان بنزيما يجيب جول بالشكل ده يعني. فهو انه يقدر يغير فلسفه الفريق. ولو نفتكر من شهور معدوده، لو كنت تقول لاي حد
ريال مدريد هيلعب مباراة النهاردة من غير كريستيانو رونالدو، أعتقد كان هيحط إيده على قلبه ويقول النهاردة ريال مدريد بيفتقد مش 50% 70% من قوته ومن شخصيته النهاردة. وحتى في مباراة الذهاب رونالدو نزل كبديل، والشوط الأول كان ريال مدريد في أفضل ما يكون. الفلسفة اللي زرعها زيدان، مش بنتكلم بقى هنا على فنيات، لسه هنتكلم على فنيات وعلى خطط، احنا بنتكلم على فلسفة زرعها مدير فني ابتدى بداية بدون مبالغة أسطورية. بنتكلم عن 7 بطولات في سنة ونص، منهم 2 تشامبيونز ليج متتالي، أول مدرب في تاريخ كرة القدم يفوز ب2 تشامبيونز ليج بالنسخة الجديدة اللي بقالها حوالي 25 سنة، لما يفعل ذلك فيرغسون، لما يفعل ذلك أنشيلوتي، لما يفعل ذلك جوارديولا. زيدان في أول موسمين تدريبيين له، زي ما حقق تشامبيونز ليج كلاعب وزي ما حققه كمدرب مساعد مع أنشيلوتي، بيحققه مرتين متتاليتين كمدير فني. فأنا أعتقد إن زيدان هو جزء من مشروع مهم جدا جدا جدا، ممكن يخلي ريال مدريد بنفس الحالة اللي كان عليها في الخمسينيات، الجيل الأسطوري بتاع بوشكاش وخينتو وديستيفانو اللي لغايه النهارده حقق ارقام وانجازات ربما من الصعب معادلتها يعني. طيب وليد، ماذا يحدث في برشلونه؟ مدير فني جديد، هو من نفس مدرسه لاماسيا. لويس انريكي في اخر لقاءاته امام ريال مدريد كان فائز على ريال مدريد في سانتياغو برنابيو، ماذا يحدث في برشلونه؟ فكر برشلونه من الصحوه الاخيره يعني، وطبعا برشلونه طول تاريخه كان بيمر بفترات، يعني فترات من التالق والتوهج الشديد جدا، وفترات بس هنا بقى يعني برضو ايه، مخرجنا بيشبه لنا الاستلامه والحطه عماد متعب في ماتش الاهلي الليبي، كان الماتش من الماتشات برضو التاريخيه، واحنا عايزين نشوف الجمهور ده مره ثانيه. ولكن الفرود الحريف هنا، بص بنزيما خد عكس اتجاه، بص اوموتيتي وقف لان هو خده على الثابته بالاستلامه، ونفس القصه استلامه عماد متعب واحده والثانيه بالمشرقه بتاعه الكنترول. الفرود الحريف هو اللي بيعرف يعمل كنترول، عشان كده احنا بنتكلم على اجاي كتير. عشان كده لو تفتكر يا احمد، تفتكر وليد، كم مره احنا كنا بندافع على بنزيما في داخل الاستاد الاهلي، لانه من الفراوده اللي بيديك الحل الفردي، الحل المهاري. انا في مره من المرات اتسالت عن اجمل هدف في تاريخ الكره المصريه شفته، اجمل هدف عاصرته، اخترت هدف عماد متعب اللي بيتعرض دلوقتي. نعم. الاستلام، المهاجم اللي يستلم بالشكل ده ويلف في جزء من الثانيه، ده شيء صعب جدا على اي مهاجم في العالم مهما كانت قيمته ومهما كانت قدراته. احساس المكان، السنس، بالظبط السنس بتاع المكان، انك تستلم، احسبها حتى باجزاء من الثانيه زي العاب القوه والسباحه كده بالعرض البطيء، شوف في اجزاء من الثانيه استلم في قد ايه ولف في قد ايه وشاط في قد ايه، هنا قيمة المهاجم. بالظبط. وليد، نتحدث عن برشلونة، مدير فني جديد، هروب، أنا شايف إن هروب نيمار إلى باريس سان جيرمان، هل تأثر برشلونة برحيل نيمار أم تأثر برحيل لويس إنريكي؟ يعني خلينا ناخد الموضوع سريعا من بدايته، زي ما قلت لك إن صحوة برشلونة في مؤخرا في الكام سنة الأخيرة مع بيب جوارديولا، وكانت معتمدة في الأساس على اللمسية، على الجيل اللي بتخرجها مدرسه الكوره في برشلونه، وبيتزرعوا في الفريق الاول بنفس الفكر، بنفس التنشئه، بنفس السياسه، بنفس الفلسفه، ففي الاخر بتكون فريق قوي مع بعض الاضافات. اللمسية خرجت ميسي، خرجت تشافي، خرجت انيستا، خرجت بوسكيتس، خرجت بيكيه، خرجت بيول، فعملت لك فريق يحتاج بس بعض الاضافات، الهارموني موجود، الفكره موجوده. عشان كده برشلونه هو اللعيبه مغمضه كانت بتلعب تيكي تاكا، فكر برشلونه وفلسفه برشلونه ادت اسبانيا مونديال، وادت اسبانيا 2 يورو، عملت حاله في كره القدم، احسن فريق، وانا بتفق ان ده احسن فريق في تاريخ كره القدم، او على الاقل التاريخ اللي انا شفته. سريعا استاذ وليد، هل برشلونه قادر على العوده مره اخرى؟ قادر على العوده يعني لو عمل نقطتين او لو عمل 3 نقاط، اولا الاداره لازم تدعم بلاعبين، لازم يرجعوا تاني لللمسية ويرجعوا تاني يطلعوا لعيبه شباب متربيه على فكر وسياسه برشلونه، واخيرا اللعيبه لازم يكون عندها ايمان بحظوظها، لسه في برشلونه، لسه في نجوم، لسه في ميسي، لسه في سواريز، لسه في بوسكيت، لسه في باولينيو، لسه في صفقات، ومن الوارد ان كوتينيو يكون في خلال لحظات في برشلونه. طبعا بعض التدعيمات مع بعض الايمان بالحظوظ مع فالفيردي اللي احنا لسه بنستكشفه مع برشلونه، اذا كان عنده كوره اعتقد برشلونه قادر على العوده. صراحه انا نفسي الحوار يمتد، ولكن للأسف الوقت داهمنا، ودائما لما بكون مع النجوم الكبار في الناحية التحليلية من الناحية الصحفية أو من المحللين الكبار في كرة القدم، بنبقى نمتد يعني بنحب أن الوقت يمتد، ولكن
للاسف الوقت لم يسعفنا. في النهايه طبعا بشكر ضيفي الكريمين الاستاذ وليد الحديدي الناقد الرياضي، كنت منور النهارده. انا سعيد بالتواجد معك ودايما بسعد بالتواجد معك. دايما ان شاء الله تكون معانا. ايضا الناقد الرياضي الاستاذ احمد فاروق اللي دائم الابداع معانا في استاد الاهلي. شكرا كابتن محمد، وبسعد دايما بالتواجد معاك وبسعد طبعا بصديقي دكتور وليد. ده كان اخر حاجه معانا النهارده. دايما بفكر حضراتكم ان الكوره الصح، التحليل الصح، الكوره الجميله، اهداف الاهلي وتتويجاته دائما هتكون معانا في استاد الاهلي. ما تروحوش بعيد، نادي الاهلي حديثا.